أسعد الله صباحكم وأسعد الله مساءكم بالنور والعافية يا شباب. يا مرحبا بالجميع، يا مرحبا بالجميع. لا أدري من قدر المتواجدين يرحبوا على العين والرأس. عبد الغني الدهيمي، ورحبت يا سيدي. خارج اليمن مثلا في الأردن، به مغتربين في أمريكا، يعني حاجزين على أساس أنه بيوصلوا اليوم كذا كذا، وعندهم ساعتين ثلاث. من المسؤول؟ المشكلة أنه ما فيش لحد الآن واحد من مسؤولين الحمار العاثر حقنا، حمار الدولة العاثر، الخطوط، ما فيش واحد لحد الآن مسؤول حتى طلع أنه يوضح للناس، أو حتى في الفيسبوك اليمنية المتواجدة يعني عندنا أو في الفيسبوك، ما فيش منهم واحد طلع يوضح للناس ويقول الخلل كذا أو كذا. انتظروا الناس على أساس أنه الساعة 8 الصباح تقلع قالوا فيه خلل. بعد الخلل هذا جلسوا ساعتين قالوا والله الخلل شكلهم طول، لكن زيدوا دونا شوية، عملوا شوية، قالوا خلاص طلعوا فوق الطائرة وبان. طلعوا الناس فوق الطائرة على أساس أنه سيتم الإصلاح الخلل في خلال نص ساعة القادمة، وبعدها خرجوا الناس ورجعوهم إلى المطار إلى صالة المغادرة وخلوهم ثلاث ساعات، وبعدها رجعوا لهم وقالوا لهم كل واحد يروح بيته. علي الحرام لو هي فرزة، فرزة تكاسي وفرزة يعني دبابات وتكاسي ومترات ما يصلحوا بهذا الأسلوب، ولا توصل بهم الحقارة ودنا على الدرجة. طائرة شرعية، طائرة دولة، طائرة لا يدفعوا الناس أغلى تذاكر داخل العالم، بالعالم كله أغلى تذاكر أغلى حق اليمنية، من 1000 ومن 800 دولار ومن 1200 ومن 1500 ومن 2000، لا أصبحت مزاد، أصبحت مزاد مزاد. أتمنى من الجميع المشاركة، ما أعرف شو البث عندي علق أول، لكن بطيران بها يعني بنسبة أو بالطريقة اللي بيدفع بها التذاكر بالآلاف، يعني أصبحت مثل الستاك، يعني آلاف الدولارات على التذكرة، وفي النهاية يروحوا يرجموك يعني في المطار 24 ساعة. طيب يا 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 يا, يا, يا مسؤولين اليمنية، أنا متأكد لو واحد من أسرتك هناك، أبوك ولا أمك ولا واحد من إخوانك ولا واحد من إخوان المسؤولين متواجد في هذا الرحلة، كانك والله إنك كانك استأجرت له طائرة خاصة. لكن إحنا الناس عندكم أيش؟ حيوانات أيش؟ الناس والشعب، ولكنه بيدفع لكم يا أندا ليش؟ ولكنهم بيدفعوا يعني بهناس بيبيعوا ما تحتهم ما فوقهم علشان يقطعوا تذاكر ويدخلوا يتعالجوا، والآن مرجومين داخل هذا ليش؟ ومن المتحمل، من متحمل المسؤولية؟ من اللي بيدفع الغرامات هذا؟ من اللي بيدفع الغرامات حق الناس اللي خسروها؟ ومن اللي بيدفع حق الحجوزات اللي كانوا جايين لأمريكا؟ ومن اللي بيدفع حق المسكين هذا اللي دفع 800 دولار أو 1000 دولار علشان يوصل مصر ولا الأردن يتعالج؟ الألف دولار عنده يشوفها يعني قد باع نص ماله علشان يحصلها. أنتم أيش يعني؟ الناس عندكم أيش؟ الناس أنت بأي درجة لا تشوف ولا وبأي منظر لا تنظروا للناس وبأي عين؟ استحوا على أنفسكم. أغلى طيران وأقذر ناس وأقذر مسؤولين وأقذر جماعة قد مسكتها على التاريخ، أغلى طيران في العالم، وصلت الشهور الأولى إلى 2000 دولار 2500 دولار التذكرة. والله لو قدي فرست كلاس في القطرية ولا في الإماراتية ما توصل لهذه الدرجة، وعاد يوصلوا اثنين جنب الراكب، واحد متعلق بالجناح، واحد مش اسلوب طائرة، يوصلوا يعني لو يسمحوا لكم لا تخلوهم ما يتعلقوا في الأجنحة ويطيروا بهم. عيب، استحوا على أنفسكم. نعرف ناس داخل المطار الآن، أسر هناك والله عائلة داخل المطار مرجومين لهم 23 ساعة، وانتم تواعدوهم من شوية لا شوية ارجعوا بانقدم باندي بادي طائرة ثانية استحوا على أنفسكم. وأتمنى أن الرسالة تصل إلى الجميع ووصلوها انتو كله يا جماعة الخير، بالذات إحنا المغتربين، إحنا كمتضررين مغتربين، وأيضا كلنا كيمنيين، ما كل واحد مع أسره بيسافر سواء لمرض أو لحاجة أو لغربة أو بأي حق أبوه هذا أنه يأخر الطائرات هكذا. يا أخي أوضح للناس من الصباح، يعني الطائرة فيها خلل وضحوا للناس خلاص، يتم يعني توقيف الطائرة هذا أو الرحلة هذا، عوضوا الناس وعوضهم بحجوزات وغيروا لهم تواريخ الرحلات ورجعوهم. أما أنك تجس يعني مرجوم يعني في داخل المطار وتظلوا تلعبوا بهم، فلعنة الله على من ولاكم، ولعنة الله عن 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 عن, عن, عن كل واحد داخل داخل هذا المجموعة منكم. لو كان واحد من أهلكم ولا من ناسكم متواجد بين هذولا، أصلاً أنتم ما تركبوش الطائرة، هذولا حقنا حق المساكين.
انتم كلكم في اي بي، انتم لكم طائره خاصه اليمنيه خاصه بكم، خاصه لكم انتم يا انذا. لما طارحين 30 مليون على ثنتين طائرات وانتم معكم طائره لحالكم. فاوصلوا للفتالين كلهم مع احترامي لهم جميعا، مع احترامي للمحترمين، اذا عاد شي احد منهم محترم اوصلوهم، اوصلوا الرسائل، اوصلوا رسائل هم وتكلموا على الموضوع، لا تستحوش. كلنا 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 متاثرين بهذا الشيء، والاسر والعوائل والناس اللي متواجدين في المطار الان اليوم هم هذا، بكره عندي وعندك، اليوم هم هذا ولا اللي هناك متواجدين، بكره اهلي ولا اهلك ولا ابي ولا امي ولا امك ولا، فهمت قصدي؟ فاوصلوا الرساله بحيث انهم يحسوا بالمسؤوليه، اوصلوا الرساله بحيث انهم يدفعوا حق الناس غرامات، يعني الان $1,000 $1,500 من اللي بيتحملها؟ المسكين هذا منين بيجيب $1,200؟ مرزوع داخل المطار له يعني 24 ساعه وعاده متحمل الخساره وبيرجعوه والله ما يدوله دولار، من بيتحملها؟ من اللي بيعوضه على قيمه التذكره؟ اوصلوها لا عاد شي فيهم واحد فيه شويه من الحياه، برغم اننا يائس، لكن اوصلوا رسالتنا لهم جميعا، عسى ولعل انعد واحد منهم قال شي يعوض. والناس جالسين، الناس مرجومين داخل 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 الاردن منتظرين، لان الرحله المفترض اللي كانت طالعه من صنعاء توصل تحط الركاب اللي جو من صنعاء وتنقل الركاب اللي متواجدين في الاردن اللي قد لهم ايضا 24 ساعه ترجعهم لصنعاء. اللي هناك مرجومين واللي هناك مرجومين وكلهم في انا بنزل الصور، متواجده الصور والناس مرجومين واسر مرجومه في داخل المطار. تحياتي لكم يا شباب، اوصلوا الرساله الى الانذال هذولا، وكل واحد يتكلم افتحوا اتركونا من الحين الورلد كاب والكاس، خلنا نرجع الكاس هذا في روس اليوم وبعد نرجع للمباريات وكاس العالم. دوروا ولا هذا حمار العثره حقنا كيف نعمله. وفقكم الله، تحياتي لكم.